بمشاركة 3 مدارس أقيمت في بلدية إدر الشاطئ المسابقة المنهجية لمدارس التعليم الخاص بمراقبة التعليم، والتي تشرف عليها مراقبة التعليم في البلدية ومكتب التعليم الخاص بالمراقبة. طبعا اليوم بدين في نهاية مسابقة المنهجية على مستوى المراقبة، ضم 4 مدارس. طبعا على مستوى المراقبة احنا ما عندناش أكثر منهم باعتبار البلدية صغيرة، والمبدئين فيها طبعا من أمس كان البداية بمختارين لجنة تحكيم طبعا من المفتشين التربويين والمنسق طبعا تحت إشراف المراقبة الأستاذ مبروك عويدات وأعضاء المكاتب الثانية بالمراقبة. المسابقة حضرها مشرفو المدارس ومراقبو التعليم بالبلدية وعدد من مكاتب المراقبة، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة، حيث شملت الفصول الدراسية من الصف الأول إلى الصف الخامس. في مسابقة لتجمع مسابقة تنافسية تجمع أبناءنا التلاميذ للسير نحو مرحلة علمية وتقدم في العلم. نتمنى لهم جميعا السير نحو طريقا أفضل، نحو مستقبل منشود يكون الأساس فيه هو التنافس المحمود والحميد ليصلوا إلى أعلى درجات العلم، متمنين لهم التوفيق في جميع مراحل حياتهم. مسابقة تأتي في إطار اهتمام وحرص المراقبة على تشجيع التعليم الخاص واختبار التلاميذ في قدراتهم المعرفية.